لك مشان الله راح يصفى دمه، لازم تدق اي باب يا اخي. مين؟ افتحي يا اختي مشان ما تفتحي. الله يستر عليك، احنا اللي هربنا من سجن دير علي، معانا رفيقنا متصاب واجره قاعد تنزف. يا ابو لا تفتحي، لا تفتحي. مشان الله يا اختي افتحي، مشان الله يا اختي. الفرنساوية صاروا بالحرم قاعدين يدافعوا علينا، وشفت الحرانة على بلاد البلد. شو مالكم يا جماعة؟ وين راحت النخوة ها؟ افتحي يا اختي افتحي. لا يا امو لا، لا مرت عمي لا. وصلت اخي وصلت، فوتوا لجوا، فوتوا تخبوا جوا بسرعة، فوتوا اخي فوتوا. الله يجبر بخاطرك يا اختي، الله يجبر بخاطرك. البيت بدي فوتو، يعني بدي فوتو. اذا بيوصل الدم للركب بدي فوتو للبيت. لك اذا الشام كلها بتصير دم بدي فوتو. ولك انت اول واحد بدك تنقتل اذا بدك هوا بناحية البيت، فهمت هاي ولا ما فهمتها؟ بلا رطوطة، انت سد بوزك، تشاوروا بين بعض بعدين حكوني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا رصاص بعد جوا يا اختي، بدنا حكيم. صلوا على النبي اخي، صلوا على النبي. انا جوزي حكيم. وين جوزك اختي؟ وين طلع على الاصوات اللي برا؟ هلا بيرجع. بعد لي هيك انت وياه لشوف بعد. وين بدنا بعدك اختي؟ لك بعده يا اخي، بعده لهنيك لشوف الجرح. لا بالله العظيم على الجرح بده ربط. يا مو دلال هاتي خرقة بيضة الله يرضى عليكي بسرعه. ايه على عيني يا مو. من عم تجيب خرقة بيضة هلا؟ ليكي روحي جيبي البشكير من المطبخ. يلا يلا. تفضلي يا مو. لك بشكير؟ ايه ما لقيت الخرقة يا مو. ايه لا حول ولا قوة الا بالله العلي. يا اختي هذا بشكير صديق، ما بشيك حاله يا اختي. لك يا اخي طول بالك علي، زلمة رح يصفى دمه الله يرضى عليك. طول بالك لشوف شو بدي اعمل. يلا يلا اخي حيجي الحكيم. هلا الا بنت عمي شو جابك لهون خير؟ الله يرضى عليك. روح عيط لي لعمك ابو عصام، قل له يجي على البيت ضروري، حوسته هلا هلا. ايه روحي روحي انت، روحي انت، انا بنادي له. يلا يلا ابو. روحي انت ما تاكلي هم. الله محييكم والله يا رجال. والله اللي سويته اختم عصام ما حد بيسويه. الله وكيلك اخت الرجال. توكل والله، واجب هذا اخي، واجب واجب. الله يطول بعمرها ويخلي لك اياها. الله يطول عمرك. اخي هذا الجرح غميق غميق كثير والله. حكيم ما خليناه ينزف كثير. ماشي. أنا هلأ بدي منكم تضلوا شادين على الجرح وعاصين عليه منيحة. تكرم حكيم. لما أنا روح جيب العدة وارجع. خلص توكل على الله، توكل على الله. خلوه خلوه. الله يجزيك الخير. الله يسرك. يلا يلا. جابي. جابي ليش تركت الحارة وجيت على البيت؟ شو صاير؟ مين رح يجي هلا؟ تركي من أسئلتك. بوشك على الدكان جيب لي شنطة العدة. يلا. بس فهمني. لا روح هلا. روح أمي روح. دريت. شفت غطاك جوا. كنت مضطرة ابن عمي، الزلمة رح يصفى دمه. لك الله يبارك لي فيكي. في وقت محدد للفوتة، انا بحدد انت بفوت وانت بطلع. بس لازم تعرف انه رح يصير دم. ذاتا البيت وقف للجامع، ومطاليب نحن مالنا مخبيين بالحارة. شو؟ وينو كبير كور؟ ايوه. شو ناوي تشلشنا انت؟ ساعة بتقول لا هو كبيركم ولا زعيمكم، وساعة بتقول وين كبيركم بدي احكي معه. اعتمد عمي. كأنه شفته هرب.
ابو عصام ما بيهرب لانه مو عامل شيء ليهرب. بعدين الحكي اللي حكيتوه ما حدا صدقه من الناس هي قدامك كلهم، كله كذب بكذب. مشان هيك عم بنصحك نصيحه، خذ عسكرك وبوشك على السكنه تبعك. يلا ليك انت عم تتجاوز حدودك كثير. ها لا تاخذ وتعطي معي كثير. قلت لك البيت بدي فوته يعني بدي فوته، عم تسمع؟ البيت ما راح تفوته. طيب في حل، ابو ظافر بفوت على البيت وبفتشه وبيطلع بيخبرنا شو شاف. انا بثق بابو ظافر. ايوه وليش عم تحاكيني كاني عسكري عندك وبتثق فيي وبفوت وما بعرف شو؟ عمي نحن كلمتنا بعد ابو عصام، ابو عصام بس اللي بفوت وكلمتنا كلمه. بس انا ما بثق بابو عصام. مشكلتك يا حضره الضابط انك ما بتثق بحدا، ونحن كمان ما بنثق فيك لانه انت بنظرنا محتل. شو قلت؟ ابو عصام هو اللي بفوت. طيب بفوت ابو عصام بس بفوت معه ابو جودت. لا مو ابو جودت، بفوت معه رستم. وليش رستم؟ هيك ما بدنا ابو جودت يفوت على البيت، فهمت؟ طيب بفوت ابو عصام وبفوت معه رستم. يا ابي صافير اللي يا ابي لو نادي لعمك ابو عصام. امرك يا ابي امرك. ثبت جورج. عضى المشكير عم يعود تعود. خياتك أبي ما عندنا العدة. يلا بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يجزيك خير أبي. الله يعطيك العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين رجعت؟ والله حكيم محمود من حوران وأنا من قامشلو وعدنان من الشام. والنعم والله والنعم. منك يا حكيم. شو حكايتكم أبي؟ هاتوا نشوف. عمي أبو عصام احنا شغلتنا نجيب خضره من حوران وننزلها بسوق الهال، ومثل ما بتعرف دوريات الفرنساويه معبيه الطريق، بقى بوقفونا بيفتشونا وبياخذوا بمياه، والله وكيلك ما بنحكي معهم ولا كلمه. بس المره هاي كشكوها، قال شو بدهم الطنبر واللي فيه. وهون قامت قيامتنا، ما ضل فينا عقول، قمنا هجمنا عليهم وطبشنا لك اياهم تطبيش. اجوا فزعوا، ما خلوا ولا فرنساوي بالدنيا كلياتها الا ما اجوا علينا. الله وكيلك صاروا مثل النمل. بيني وبينك ما عاد شفنا بعضنا، وهيك قدرونا واخذونا على سجن درالي، وهناك عملنا عصيان، قدمنا لك جندي فرنساوي وفوتناه لعندنا لجوا، ويوم فوتناه لجوا قامت قيامتهم، وهون صارت المعركه، معركه من اللي بيحبها قلبك. قتلنا لك 3 فرنساويه وفلينا 10 من السجن، وهذا اللي صار عمي ابو عصام. الله يعطيكم الف عافيه عمي، الله يحميكم. الله يحميكم يا والله. الله يعافيك ويعافيك يا خالد. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا قلبي امير. عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا رجال. الله يسلمك. انتم ببيت امن والفرنساوي انقلع. الله يجبر بخاطركم، والله فضلتوا على راسنا هون، وان شاء الله بنخدمكم بالافراح. صواب برجله ما؟ اي والله صواب برجله، واجره قاعده بتنزف. ابو عصام أنا باخذ الشباب لعندي والمتصاوب بضل عندك. الله يجزيك الخير، أنت ما بتأثر، كل عملك أصيل أبو ظافر. لا معلش لا ما حتفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من بابا. وكل الله. ما رح نلبككم يا رجال، بس يخف عدنان بإذن واحد أحد رح نطلع من الحارة. أنت كردي جانو؟ بلي سيدة من قامشلو، بس هلا ساكن بالشام.
اهلا وسهلا فيكم، من وين ما كنتوا تكونوا؟ نحن اولاد بلد وحده. ساعات خوش قلي جاي. الله يجبر بخاطركم يا رب. حالك عمي عدنان؟ شبك لساتك عم تجعك؟ لا والله بس عم تحكني كثير. ايه معلش معلش، بلشت تتعافى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عمي ابو شوكات بعد قديش فيني امشي عليها؟ اوه بينها فرق يعني ابو شي شهر ونص، بس وينك بدي نبهك كثير منيح. بدك تدفيها، اوعى تبرد. لا تخاف علي اخو عصام، لا تخاف علي. انا ببلش بعدنان وببلش فيه وادفي لك اياه. شنو لانه اخوي عدنان جاي بده متكشف مثل الاولاد الصغار. الله عليك يا عدنان، الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل عمي عدو، الله يرضى عليك. عدو تفضل تفضلوا. عمي اذا خلصت عاوزك شوي. ايه يلا يلا. علي يسلم ايديك عمي ابو شوكة. دفيها دفيها. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. موري يا ابي. اخوك وينه؟ ما بعرف يا ابي. شو هي ما بعرف؟ شو هي ما بعرف؟ طب انا شو حكي معك؟ يا ابي مشان الله لا بقى تجي علي. اجى اليوم على الدكانه وانت كنت بالبيت. قال لي واصل مشوار وراجع ولهلا ما بقى هلا ربطه، شو ساوي له يعني؟ الله يلا فوت فوت فوت. اسمعوا يا جماعة، انتوا هون بأمان، اعتبروا حالكم قاعدين ببيتكم وخذوا راحتكم. أنا بكرة رح أنزل لعندكم على الحارة واتطقص على الوضع بيجي بشوفكم. على راسي عمي أبو حاتم، والله انتوا جميلتكم أهل حارة الضبع ما راح أنساها طول عمري. توكلوا الله، ليش عم نعمل؟ نحن أولاد بلد، نحن لك عمي، شو هالحكي؟ الله يجبر بخاطركم جبار الخواطر. اسمعوا يا أبي، هي زعتان سمعوا هون، شو ما بدكم قولوا لهم يربوكم، فهمتوا؟ الله محيي الرجال عمي، حلت علينا البركة. الله يبارك فيكم. الله يرضى عليكم، ديروا بالكم. يلا سلام عليكم. السلام ورحمة الله.